نعود نرحب نورهان بكر. مرحبا، صح ويلي؟ الحمد لله الحمد لله. يلا نمشي نشوفوا شنو اهم الاحداث اللي صارت كما اليوم. فلاش باك، فلاش باك. كما اليوم في 22 جويليا 1598 مسرحية تاجر البندقية الأديب ويليام شكسبير تدخل سجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. 1896 صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق، وظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور. 1921 جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنوب الإسبان في معركة أنوال. 1946 منظمة الأرجوان تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخص وإصابة 46 آخرين. 1952 تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمدة ساعات فقط، وذلك بسبب قيام ثورة 23 جويلية في تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرا في مصر. 87 إطلاق النار على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن. 2006 افتتاح ملعب الإمارات اللي هو الملعب الحالي لنادي أرسنال لكرة القدم. ومن المواليد اللي كما اليوم في 1888 سلمان واكسمان، عالم كيمياء حيوي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب في 52. 1925 عايدة هلال ممثلة لبنانية مصرية. 39 نبيل المشيني ممثل أردني، والفنانة الجزائرية وردة. والوفيات لكما اليوم في 36 أحمد عزت الأعظمي كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي. 2019 صابرين بورشيد ممثلة بحرينية. ومن الأعياد والمناسبات لكما اليوم، اليوم الوطني لغرس الأشجار في جمهورية أفريقيا الوسطى. فلاش باك، فلاش باك. شكرا لك يا نورهان. قلت لي الولادات كيما اليوم ورده، عمل سمعنا سيده المخرج نستسمعك نغير لك شويه في البلاي ليست نتاعك. نعرف اللي انت حاطه شاكيرا بعد شويه، نورمال ما باش نسمع حاجه اخرى مغايره بتاتا لشاكيرا، باش تسمعنا ورده اي حويجه هكا الورده مادام كيما اليوم عندنا ورده 22 جويليا. شوي اخر ده باش نحكيو على حاجه ما نشوفوها كان من الصيف للصيف، وحاجه تخوف شويه الحقيقه، باش نحكيو على المقاوي العشوائيه، كيفاش اللي يجيو يصيفوا يخافوا شويه ساعات على خاطر تلقى ناس سامحوني في العباره تشرب في البحر، والا حتى كيما نقولوا احنا تتخوفهم، تخوفهم، وخصوصا جماعه الباركينج توا بالاساس الموضوع خذيناه على جماعه الباركينج. نحكيو شويه اذا على المقاوي العشوائيه، كان عندكم ما تحكيو فيهم، كان انتم زاد عندكم قلق حول الموضوع، يظهر لي عندنا ميكرو باش نسمعوه بطلب منكم انتم. هذايا ديما نرجع نقول لكم رانا من بريد الصفحه قاعدين نتعاملوا، قاعدين نحكيو، قاعدين ناخذوا من عندكم انتم في المواضيع اللي انتم تحبونا نطرحوها. بودعك باش سمعنا ورده، مازلنا كي بدينا قالت لي بودعك، لقات من ورده الكل كان بودعك. لا لا حلوه، خليها سيد المخرج خليها، مازلنا متواصلين معاكم شوي اخر بونشو، خليكم في الاستماع. كابوتشينو ترجع لكم.